دخلت جامعة القاهرة هندسة. هندسة تمام، خلاص كده انت حققت الحلم الاول. ده مهم. انا ادرس خلاص مش في دماغي خلاص. فلما جاء من زكي وكابتن صالح عرف قابل مين؟ قال له يا عدلي، كابتن عدلي شوف لنا شطه فين؟ عدلي القايه فعلا. شوف عدلي القايه من امتى؟ بسم الله ما شاء الله. من وقتها لما راح جاب كابتن طاهر الشيخ، جابه منين؟ جابه من كندا. كندا كان في الاولمبي وراح كندا وبعدين رجع الاهلي. برضه راح كندا برضه خليجي من الاهلي برضه. المهم عدلي القايه قابلني في القصر العيني، كان شغال مع استاذ محمد بشتي، كان عندهم هناك شركه وكان شغال فيها. فقابلني ماشي في القصر العيني وانا راجع كده، فقابلني قال لي ايه يا شط انت فين؟ انت نادي بندور عليك مش لاقيينك. قلت له انا موجود انا في الجامعه. قال لي تعالى المدرب عايزك. ورحت بقى جيت طبعا ودخلت النادي الاهلي، وودوني بقى ايه مع كابتن جوهري. جوهري لعبني ماتش واحد بس. ماتش واحد؟ واحد بس. فسالوه قالوا له يا كابتن جوهري انت ايه رايك؟ انت شفته؟ قال لي هدوكوتي ايه؟ قال له هدوكوتي بص انا بقول لك هذا الشخص في حاجات انا ما شفتهاش في اي لعيب تاني، عايزك تشوفه انت وما تسيبوش دلوقتي الا تقتنع وتلعبه وتشوف ايه الحاجات اللي فيه دي. ده فيه مزايا غريبه الشكل. قال لي ايه؟ قال له بيقطع كوره بشكل غير طبيعي في وقت انت ما تتوقعوش، التوقع بتاعه عالي جدا وعنده مرونه عاليه جدا في الرقابه، ما يخليش اي حد. جمباز هنا الجمباز. شفت الجمباز رجع ايه؟ ما تجيش تقول لي بقى تلفه من هنا، لا تلاقيني بقى على طول ايه قدامك في اي وقت. ثانيا بيجري في الملعب اكتر من 15 كيلو. شوف سنه كام؟ عنده بقى قال له عنده يعني عنده يعني بيسميها كباسيتي، القدره اللي هي كباسيتي. فبالتالي انا يعني ما اتفرجتش فيه بس. وفعلا الحقيقه راح ملعبني ماتش البحرين، المحرق البحريني كان بيلعب ماتش ودي مع الاهلي. مع الاهلي. كابتن الشيخ عبد الشافي كان معايا، كان وقتها كابتن عبد الشيخ عبد الشافي لسه ما راحش الجيش. لعبونا، لعبوا بقى الفرق الايه اللي هي ايه عايزين يشوفوها وعايزين يحددوا اللي هيمشوا مين يقعد ومين يقعد. انا بقى جبت جول تاريخي. كنت تلعب ايه يا كابتن؟ كنت بلعب اي حاجه. قلت بص هنزل الماتش ده باك يمين باك شمال. هو قال لك ايه دي كوتش؟ قال لي العب. حطيني في النص كده، قال لي العب بس في نص الملعب. اروح قدام ماشي ورا ماشي خلاص مفيش حاجة. انت دي يعني اختبار هتقيم فيه، ما تجيش تقول لي انا هلعب بقى في وظيفتي والتزم بيها. والله حتى جبت جول، يعني جول كان حقيقه برضو في انديفيديو وحاجات كده فيها فرديه كويسه. وشوي جاب وشوي عبد الشافي جاب جول. يعني انا وشوي انت وحضرتك وكابتن شوي. واشتغلنا مع بعض بعد كده في التدريب مع بعض. شوف الصدف. المهم الحقيقه دي كنت كده قال لك لا ده انا خلاص هذا اللاعب ده انا عايزه خلاص. خلاص قرر هيديكوتي ان يكون عبد المنعم مصطفى شطه موجود داخل الفريق. لا طالما الجوهري اجمع عليه.